أنا كتير استغربت منك، ليش ما دافعت عن حالك وتركته يضربك بدون ما تضربه؟ أنا ما كسرت الفاز بابا، سامحني. بصراحة أنا حرمت أرفع إيدي على حدا. ما فيني. ألو سليمان، أهلا وسهلا. فيني أحكي مع سهيل لو سمحت؟ إيلين. إيلين؟ مرحبا. أهلين. كنت بدي أسألك شغلة. شو في؟ عرضك لساته قائم؟ أنت شخص غريب. هيك بيقولوا لي. يعني صح؟ مظبوط. برأيك في حدا أغرب من البني آدم بهالعالم؟ برأيي أنا ما في أغرب من نوح. شو هذا الجرح اللي بإيدك؟ على طول ملفوف ما بيطيب؟ ما رح يطيب، خليه هيك بيكون أحسن إلي، لأنه بذكرني أنا شو، وكرمال ما أنسى أنا مين. مو أحسن إذا نسيت؟ على هالحالة بيتحول لفراغ، وهالفراغ إذا ما تعبى ما رح نقدر على النسيان، ومنتدمر من جوا. إيه، وإذا ما نسينا كيف بده يكون في شي جديد؟ معناها رح تستني مثلي أنا. كيف؟ تستني الوقت المناسب للنسيان، يعني يرتسم قدامك أفق من أول وجديد، وتشعري بأمل جواتك كبير. وإذا ما إجا هالوقت أبداً؟ ممكن. بالنسبة إلي عم بستنى. صار في أمل جواتك؟ هالجرح أول مرة في حدا بيلاحظه. صار لازم امشي. خاطرك. مع السلامة. صحة وهنا. شكرا. جيب لكم شيء. اهلا وسهلا فيك، تفضل ارتاح. زبط لي هالطاولة وجيب لي عرق على كيفك. تكرم يا بيك. شكراً.